كابتن حلمي، بعيدا بقى عن مباراه امس، شايف الدوري المصري ازاي؟ لا، الدوري المصري دوري لا يرقى لدوريات كتيره جدا احنا علمناهم الكوره. ايوه بمنتهى الامان، لان اولا احنا ما عندناش احتراف خالص، والاحتراف معناه ان يبقى في احتراف في الاداره، ده مهم جدا، احتراف لاعبين بشكل قوي، احتراف اتحاد كوره، وده اهم شيء، لاني طب انا اتحاد الكوره مش محترف، هخلي الانديه محترفه ازاي؟ ضروري اتحاد الكوره يبقى محترف، وضروري كل الانديه اداراتها تبقى محترفه، وضروري يبقى في قواعد صارمه وقابله للتنفيذ فورا على الكبير قبل الصغير. ما خافش من الكبير. مين في ايده يبدا الاصلاح او من اين؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره مع احترامي ليه وكلهم اولادنا واصدقائنا وعلى مستوى عالي جدا، ضروري يبقى فيه احتراف كامل لكل من ينتمي لاتحاد الكوره. مش قادر احترف، اجيب ناس من بره، زي ما انا جايب رئيس لجنه حكام، طب ليه ما انا اجيب رئيس تنفيذي لاتحاد الكوره يحط القواعد الصارمه وتطبق بحذافيرها، ان احنا بنخاف، احنا كادارات اتحاد الكوره بنخاف، بنعمل حساب كل الانديه، وده مش صح. ايوه يعني انا حدي مثل بالسعوديه، امير زي الغفير هناك، الامير بيتحاسب زي الغفير في اتحاد الكوره او في كره القدم السعوديه، وقرارات صارمه وبتنفذ على الجميع، ده الاحتراف. ايوه احط لوائح ونظم تنفذ بحذافيرها على الكبير قبل الصغير، ده على مستوى اتحاد الكوره، وعلى مستوى الانديه اخرى بنفس الشكل. يبقى في احتراف كامل، لكن احنا عندنا اغتراف كامل. احنا عندنا اغتراف كامل على مستوى الانديه. حاجه صعبه جدا، انديه بتصرف بمصروفات كبيره جدا، لكن الفساد ضارب بجذوره داخل هذه الانديه. احسن لاعب في مصر من وجهه نظر حضرتك مين؟ هو في اكتر من لاعب، يعني في اكتر من لاعب انا معجب بيهم جدا. مين يا كابتن؟ يعني انا مثلا معجب بمحمد عبد المنعم جدا، زيزو مفيش كلام، زيزو يعني لعيب سوبر. معجب جدا بمروان عطيه كلاعب ارتكاز مميز جدا، معجب جدا بلعيب لسه ما لعب، يعني عنده اصابه بس لو جهز هيبقى هايل لا يقل ابدا، يعني انا بعتقد ان ده لو جهز هيبقى هو ومحمد عبد المنعم دول الاساسيين. ايوه الونش في نادي الزمالك. ايوه ده الشناوي كحارس مرمى، الشحات، لا يعني في لعيبه كتير، شيكابالا قايم بدور غير عادي مع نادي الزمالك. ايوه والرغم من انه يقول لك سنه ومش عارف ايه، البعض بينادي انه شيكابالا كفايه عليه كوره. ليه؟ واحنا عندنا كام شيكابالا؟ واحنا عندنا حد زي شيكابالا في امكانياته؟ طب والبعض بيقول ان علي معلول شطب كوره خالص. شوفي اللي يقدر يقول كده يشوف انتاج اللعيبه دي عامل ازاي. أيوة. في الماتشات بتاعت ناديهم، شوف عاملين ازاي الانتاج بتاعهم عامل ازاي. اسوأ لاعب في مصر مين؟ ما اقدرش اقول، يعني هيبقى صعب قوي. قول لنا خمسه. صعب جدا ان انا اقول اسوأ لاعب، لكن يعني صعب عليا ان انا اقول يعني السؤال. لكن فيه طبعا في لعيبه كتير يعني مش في مستوى طبعا. طب ليه مش عايز تقول؟